انا مع الاطفال تاعنا جينا نزورهم يعني ككل سنه، ومش غير في يعني في اليوم هذا، يعني اليوم العالمي المخصص للطفوله، يعني نجيو في عده مناسبات ولا نجيو في زيارات لنشوفوا الاطفال اللي محتاجين يعني بعض الادويه ولا لي غاجو ولا هادي نتكفلوا فيهم. جاونا اليوم جمعيات بزاف وفرحونا، وانا وحده منهم كنت قلقانه بزاف كي طلع لي السكر وكل شيء، بصح كي جاو زينا وفرحنا وزهاونا بزاف قبل الفطور والفطور تاني كي جاونا قبل الفطور. اليوم رانا في مستشفى الكبير عبد الحميد مباديس في ذكرى يوم الطفل، يوم الطفوله 1 جوان، لكي نقاسم الاطفال هذه الفرحه ونسيهم بعض من الامهم، وان شاء الله تدوم هذه المبادرات من جميع الجمعيات. نجيو البيت تاعنا نقوم باسعاد الطفوله، نخدموا لجميع السيرفيس، كاين سي سيرفيس اورتوبيدي لوردوكرينو شيرجي بلاستيك لابيلاسي وسيرفيس كونسيرو. الهدف تاع الجمعيه تاعنا هو اسعاد الطفوله.